عاقبتم فعاقبوا بمثل ما
ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع والذين هم محسنون صدق الله العظيم. سيدي أنا بصراحة ما خصنيش نتكلم قدام سيدي قدام الشيخ وقدام الحبيب صراحة تكلموا وقالوا لي ما فيه الكفاية أرجو المعذرة. تكلمتوا على القرآن باختصار 15 دقيقة ولا 16 17 قاعي لطولت غير ردوا معي الباب ولكن واحد يحفظ الوقت باش يدير لي الله يوفقنا. قضية القرآن نشوفوا بعداش قرأوا حبابي خويا قرأ سورة القيامة. سورة القيامة ذكر فيها ربي الإنسان 6 مرات والإنسان ذكروا ربي في القرآن كامل 65 مرة. خويا قرأ سورة الرابع عشر الحزب 26 الصورة ديال 3434 حرف 1315 كلمة بدأ من ألم ترى إلى الذين بدلوا ياك هانا. خويا قرأ الصورة ديال 14520 حرف و 200 آية تلامل الجزء الرابع الحزب الثامن قرأ 20 آية لوليدات الله ينورهم ويكتر من مثالهم. قرأ لنا الصورة 17 الحزب 29 حزب سبحان أو صورة الإسراء أو صورة بنو إسرائيل أو صورة نعم وتلاو من الآية 13 للآية 23-24. هذا القرآن اش قال فيه ربي في حزب سبحان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إلا بغينا نحلوها إن واضحة وضوح الشمس حرف نصب وتوكيد ولها تنبيه ودا إشارة. القرآن ديروه بدل ولا صفة كاين الإشارة غادي يكون عطف بيان يهدي هذا الفعل والفعل والفاعل في محل رفع الخبر ديالاش ديال إن. إذا ما دام هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فتعالوا جميعا بتوفيق من الله نتجول في مدينته ونجلس على مائدته ونعيش في رحابه ونرجو من الواحد الأحد أن يوفقنا. إن صبنا فالتوفيق منه وإن أخطأنا وما أبرئ نفسي والله يشهد لست عالما ولا فقيها ولا طويل بعلم أنا على قد الحال والله يجعل العمل يكون خالص لوجهه الكريم. قلنا إلى مشينا لسورة القيامة إلى مشينا لها وتأملنا في ديك الآية ديال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان أين المفر شرقا غربا شمالا جنوبا أين المفر. إلا كانوا هاد العوينات زيغات وقال لنا أخويا وتكلم عن العوينات وما تنساوش أن العين من اللي كتشوف في المحرمات كيتصاب مولاها بمرض يسمى مرض العنة يصيب الجهاز التناسلي بالبرودة الجنسية وما كاين هيك ربي على شي حاجة تا عندك فيها الضرر. فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من أجلك وخلقك أنت من أجله. ولا تأملتي في القرآن يهدي للتي هي أقوام خويا جاب الدليل من سورة 51 الحزب 52 الآية 56 من سورة الداريات وما خلقت الجن والإنس واضحة الآية ما غاديش نوريكم. والشيخ تكلم على الصبر وخويا تكلم على التقوى إلا مشينا للصبر وذكروا لنا 102 مرات كاين الصبر. إذا الصبر هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي لأن الصبر مطية لا تكبو لأن الصبر حصن منيع المكان مشيد البنيان. ولكن لا تنسى أن بالصبر تظفر ولو بعد حين. إذا بالصبر والصلاة والتوكل على الله والاستسلام الكل إلى الخالق يستطيع كل مسلم منا تجاوز محنته وبلوغ مراده. ولا بغينا نتأملوا في الصبر في البقرة مولات 25 ألف حرف في
قالون 25 و500 في حفص مولات 287 86 85 83 آية. أول آية في الصبر الآية 44، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من. شحال واحد كيقول لك ما عندي حتى واحد، عندي غير الله. ونسيتي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مش قال أبا بكر لا تحزن إن الله. نسيتي موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي. كل شيء واضح. فما إذن الآية 150 51 52 53 اللي تكلم فيها الشيخ وبشر الصابرين، كنعرفوا دوك الأوسمة الذين إذا أصابتهم مصيبة وقضيت الصبر. كيقول ربي في واحد الحديث قدسي، إذا أصبت عبدي بمصيبة في ماله أو ولده أو بدنه وصبر على بلائي استحييت منه يوم القيامة أن أنشر له ديوانا أو أنصب له ميزانا ولن أرضى له توابا دون الجنة. وبشر الصابرين اللي تحت منها فما أصبرهم على النار، اللي تحت منها والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس والله مع الصابرين. ولكن في الأخر ديال البقرة شوف الصبر، شوف شوف الناس اللي بغاو الصبر اش قالوا. قالوا ربنا ماشي اعطينا، خوي فينا، فرغ فينا، صب فينا، كب فينا، افرغ علينا صبرا وخيجي شي اعصار ديال 200 كيلومتر في الساعة ولا 300 وتبت اقدامنا. ولكن إلا بغينا الصبر في آل عمران مذكور 8 المرات في البقرة 9، في آل عمران 8. إلا مشينا للآية 15 16 17 18، قل أنبئكم بخير في الحزب السادس في الجزء الثالث، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين. نجيب لك ثلاثة للآخرين وربعة تبري عليهم أنت الرسك. والله يحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. الصبر في المائدة ديال 11733 حرف، الصبر في الأعراف ديال 206 الآيات 4 المرات، وحيدة منهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الصبر في الفرقان سورة 25 الحزب 37 الجزء 19، الصورة ديال 3733 حرف 892 كلمة و77 آية بلا خلاف في الحساب المدني والمكي والشامي والحجازي والبصري والكوفي. ملي قالوا وجزاء، لا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. عندك صالون في الجنة ماشي بحال هذا اللي عند خوتي، أحسن منه. واش فراتك المتر مربع في الجنة بشحال؟ راكم عرفتوا الأرض بشحال كاينة دابا؟ المتر مربع ماشي في الأرض، في الحيط، في الجنة. واش في علمك بشحال المتر مربع؟ كنعرفوا المتر مربع شحال كدار فيه من ياجوره ديال 20 الحاج عبد الرحمن. لا غير الله يرضي عليك، انا عندي غير 10 دقائق ولا 12، ما بغيتش نتكلم، انا غير بغيت نزيد واحد الاضافه نفيد خوتي فقط. نطمع خويا حيت انا طماع وانت طماع، وحنا كنبريو فين ما كان الطمع، فين ما كانت شي حاجه فيها ما يدار خصنا ندبروا عليها، ماشي عيب. كاع كنا طماعين، طمعنا في رحمه ربي. ياك 12 كدار 12 ونص، ياك الياجوره ديال ال 20 الا عمرناها بالاسمنت شحال تكون فيها من كيلو تقريبا؟ تكون فيها ال 20. ها نعم، وتصنت مزيان، رد البال الا كنتي كتعرف تحسب، انا راه ما نعرفش. هاد 12 ياجوره كنعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كل في الجنه كاينه لبنه من فضه ولبنه من ذهب، ياجوره ديال الذهب وياجوره ديال الفضه. إذا تصور أخويا أنت المترو فيه 12 مترو، غنديرو 12 ديال الذهب، يا جورة فيها حتى 20 كيلو، هذاك الذهب اللي كاين دابا فيه 20% 10% ديال النحاس، شحال كيسوى؟ 30 مليون الكيلو ياك؟ إذا 20 كيلو كل 20 كيلو ب 600 مليون، وإلا درتي 6 فوا 6 كتساوي 3 د الملاير و 600 مليون، 6 د الياجورات، باش شريتي شي تيرة قداش؟ فهمني فهمني فهمني، فهمني أش بغيت نقصد. فالله خلق كل شيء من أجلك، خلق كل شيء من أجلك. هادو ستاد ليا جورات، إوا ستاد ديال النقرة ما نتذكروش حنا على النقرة، ما عندنا من
ولكن الاسمنت اللي كاين ديك البصلانه راه ماشي ديال لافارج ديال بوزكوره، راه المسك. علاش انت غالي عند ربي؟ خلقك بيديه ونفخ فيك من روحه وعلمك من علمه وأمر الملائكة بالسجود إليك، ليس سجود عبادة بل سجود تعظيم. إذا كلش اللي خلق في هذا الكون لك، وحتى الأخرى صوبها لك، حين تملي صوب الجنة وقادها رجع القد في الحال المؤمنون الصورة 23 في الحزب 35. قال ربي الجنش قال لها ملي زينها وصوبها ليك، قال لها تكلمي، قالت قد افلح المؤمنون. تحقيق بعد فعل المال، ولكن شكون هما؟ هل مهر ديال الجنه الذين هم فيه، والذين هم للزكاه. وقد الزكاه ما عرفناها زكاه المال ولا زكاه النفس، سول العلماء. اذا الا كانت زكاه المال راح عرفنا ربي قال في واحد الحديث المال مالي والفقراء عيالي والاغنياء وكلائي، فان بخل وكلائي على عيالي سلطت عليهم وبالي ولا ابالي. ولكن إذا كانت زكاة النفس، النفس بعدها هي شكون؟ حيت ملي نسولك ولا تسولني نقول لك شكون عدوك؟ واش المرأة؟ واش الوليدات؟ واش الشيطان؟ واش الفلوس؟ اش غتقول لي؟ غتقول لي الشيطان مثلا ياك؟ إذا قلت لي الشيطان غنمشيو للسورة ديال 7166 حرف في سورة يوسف. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان لمن؟ ما مسلكاش هو الملعون، ما مسلكاش. غدا يوم القيامة من يدير الخطبة البليغة ديالو في جهنم كيقول لك هو بسمحوا لي غندرجها، واش كاين قال لك عمرك شتيني هاز الجنوي على شي واحد وكنقول له يلا عصى الله، قتل ولا سرق ولا زني ولا دير شي حاجة كيما كيديروا وليداتنا؟ إذا فلا تلوموني ولوموا. إذا النفس ملكات داخلية، إما تقودك إلى الخير أو تقودك إلى الشر. وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي قال في واحد الحديث فيما معناه أعدى عدو بين جنبيك ألا وهو النفس. إذا النفس شر أعدائك، النفس قائد هلاكك، النفس لا يصل إليك شيطان إلا بشهواتها، النفس لا تقتحم معصية إلا بجهلها. فالنفس كهف الظلمة، النفس موطن الغفلة، النفس خزانة الجهل، النفس معدن الكسل، النفس هي للشيطان خدن، النفس هي للمهالك عون، النفس إن دعوتها إلى الخير أدبرت، النفس إن أرشدتها إلى الخير أعرضت، النفس إن قومتها إلى الخير عوجت، النفس إن نصحتها إلى الخير غشت، النفس إن قدتها إلى الخير بركت، النفس إن رأت مرادها في معصية بادرت، النفس إن رأت مصيبة في بيتك سخطت، وليس لها دواء إلا مخالفتها وتسليط صوت المحاسبة عليها. ورجع القول الناظم حين قال وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. إذن أخويا شتي ملي كتحلى بالصبر، عندك تكون مغرور بنفسك، عندك تنتقم لنفسك، عندك تثق في نفسك بزاف. وربي قال في سورة الحشر ديال 445 كلمة و24 آية في الآية 21 جبدها خويا قبيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر. اللام هنا لام أمر، والنفس هنا نفس نكرة، ما اسم موصول وقدمت صلة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا إلا بغينا الغد، إلا بغينا الغد نمشيو للآية، نمشيو للسورة ديال 1054 حرف و240 كلمة، سورة 76 مولات 31 آية، ونتأملوا في ديك وجزاهم بما صبروا. ها الأصواء، ها الحريرة خويا، جنة وحريرة. كي دايرة البركة؟ كي دايرة الجلسة في الجنة؟ متكئين. علاش؟ ماشي بحال هذوك اللي عند الحاج عبد الرحمن، على الأرائك لا يرون فيها. والله يجعلنا وإياكم منهم. أكتفي بهذا القدر بأن وعد الحر دين، وأنا راه غادر دشت معكم، راه ما تكلمت ما قلت والو. الله يجمعنا في رحمته، والله ييسر الأمر ديالنا وديالكم. أخونا اللي مات اللهم يا ربي اغفر له وارحمه وكرم نزله ويمن كتابه ويسر حسابه. وما ننساوش سيدي راه كل واحد مريض وحاز أمره لله
أنينه تسبيح، بكاؤه تهليل، نفسه صدقة، نومه في الفراش عبادة، وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد في سبيل الله. وما نساوش ربي مازال كيقول في واحد الحديث آخر: إذا أصبت عبدي بشيء في نفسه ولم يشكني إلى عواده، فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب عليه، وإذا توفيته فله الجنة. والله يجعلنا وإياكم من الجنة، من أهل الجنة، وفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. وأرجو المعذورة من شيخي وأستاذنا وحبيبنا وأخونا، الله يعافيه ولا يضرنا فيه، والله ييسر أمره، والله يصلح وليداته ويقضي غراضه وينوره بنور الله. راه من سوء الادب باش نتكلموا قدامه. حنا الا كانت شي مجموعه صغيره نغمقوا عليها نكون اسد عليهم، ما انا في الحروب ما خصنيش نكون. الله ينورنا.